اجرت المديريه العامه لتدريب محافظه نينوى قسم محلوميه امتحانات انصاف المتعلمين بمشاركه 210 اناث وذكور. اجرت هذه الامتحانات بشكل منتظم، حقيقه اسعدنا حضور مختلف الاعمار، هناك كبار في السن، هناك منهم عمر اكثر من 18 سنه ومصرين على التعلم. اليوم هذه بالتاكيد هي بدايه ان شاء الله، وحسب ما يعني التقينا بقسم من الممتحنين انهم مصرين على انجاز والحصول على شهادات اعلى من هذا المستوى. بناء على توجيهات الجهاز التنفيذي لمحو الاميه، اقام قسم محو الاميه هذا اليوم الجمعه امتحان لانصاف المتعلمين الدوره الاولى للعام الدراسي 2022-2023. عدد المشتركين اللي شاركوا اليوم 200 مشترك من الاجهزه الامنيه ومن الاخوه المتعينين بالقرار 315. الغرض منه الحصول على الشهاده. شهاده انصاف المتعلمين تعادل مرحله الرابع الابتدائي. عازمون على استمرار في نشاطاتنا كاملة لغرض القضاء على الأمية في نينوى في العراق عامة. سراب السبعاوي، مدير قسم محو الأمية.